السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودين. اليوم بإذن الله باقي مكملين في فيلمورا، وبغينا نتعرفوا بالضبط طريقة التعامل مع التكس. إذا بغيتي تكتب شي تكس ولا تقوم بالتعديل دياله، إذا مبدئيا هننزلوا فيديو ديالنا، ناخد شي فيديو ما فيش الكتابة، ناخد هذا باش يبان لينا هذاك الشيء اللي هننزلوه. الآن باش هاد الصوت، باش حتى لطلقنا التكست الصوت ما يتعطاش، لاحظ هذا من هنا ممكن نحيدو الصوت. اذا لاحظ معايا الان، دابا شنو ندير؟ غادي نجي بالضبط التايتل، غنكليك عليها تخرج لي مجموعه كبيره ديال الخيارات. اذا تختار منها اللي بغيتي، اختار هذا. لاحظ معايا الان هو كيبان لي شد الشاشه كامله. الا ما بغيتيش يشد لك الشاشه كامله، لاحظ بعدا ان فو كليكيت عليه غادي نجي نكليك دوف. ولاحظ معايا كيعطيني هنا فين كنبدل، نجي هنا نكتب اللي بغيتي. حتى هنا باستطاعتك تكليكي عليه، ولكن قبل خليني نبدل بعدا العناصر او البارامتر ديال هذا. لاحظ هنا عندنا الفونت، اختار اي فونت بغيتي، مثلا هذا. هنا كيعطوك الفونت سايز شحال بغيتي فيه، صغرو منه شوي. هنا واش بغيتي بولد، هنا واش بغيتي ايطاليك، هنا واش بغيتي شاد جهه ليفت ولا جهه رايت. وهنا اللي كانت عندك كتابه كبيره باش يكون سواء من ليفت ولا رايت مقعد. من بعد عندنا هنا سيتينغ، هنا عندنا الكولور الا بغيتي تبدلو. ناخذ حنا اي لون، لاحظ راه تبدل قدامك. هنا عندنا واش بغيتي شاد جهه ليفت، هنا راه ليفت، هنا الطوب، هنا الرايت، هنا البوطوم. شوفوا حتى هنا عندنا الجوانب ديالو. لاحظ معايا حنا نخلوه في السنتر، كليكي هنا يشد لك السنتر. من بعد عندنا هاد ترانسفورم، هادي على قبل الدوران. فوالا هاد سكول كيخرج لك لاحظ نحو الصوره. لاحظ حنا ردوها كي كان هكا يكفي. هنا البوزيشن او اكس شحال بعيد على من هنا، او ايغريك شحال بعيد من هنا. هنا عندنا نورمال نبدلو لي، ناخدو لي اي حاجه. لاحظ راه بدلنا في الكولور ديالو. هذه الاوباسيتي يعني الشفافيه. فوالا الان هنشوف جيت ليفت. لاحظ هنا عندنا انفو كنكليكي كتبدل ليا الطريقه ديال الكتابه. لاحظ لاحظ راه اللون كيتبدل، لاحظ حسب ستايل تكست كليكيت عليه. فوالا من بعد نجي نشوف هاد الانيميشن. اذا باستطاعتي تكون عندي انيماسيون، اختار اي انيماسيون من بين هادو كاملين وطبقها. غنكليكي دو فوا، لاحظ معايا ها هي الانيماسيون نفسك تطبق. الا جيت كليكي عاوتاني على هذا، لاحظ بنفس الطريقه يعطيني البروبيرتي ديالو باش نغيرها حتى هي. لاحظ نبدل غير السميه. فوالا وغتبدلها كيف ما بغيتي من كلشي. اذا هادشي اللي عندنا اليوم، كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا لي جيم وتشاركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.